ففي مره من المرات شوف الصلاه بتعمل ايه. انا كنت قاعد في الكنيسه وبقابل الناس، فجابوا لي جم مجموعه يعني واحده ست كبيره وابنها ومرات ابنها واخواته يعني الاسره يعني، جم وجايبين الراجل منهار. ايه الحكايه؟ قالوا يا ابونا طلع على كوبري 6 اكتوبر يرمي نفسه عشان ينتحر. ليه يا ابني؟ قالوا بيشتغل سايغ. ثم وبعدين؟ طب سايغ تنتحر ليه؟ قال لي يا ابونا انا قلت لهم انا كنت شغال في ورشه، طب ما نلم من بعضنا الذهب ونعمل نفتح الورشه دي بتاعتنا احنا، يبقى تعب وشطارت دي لينا احنا كنا للعيله. اقتنعوا بكده ولموا من نفسهم مش عارف كيلو وقتها ولا ايه، كيلو ذهب. بدا بالكيلو ذهب يشتغل، بعد فتره الكيلو الذهب بدا يضيع منه، لما ضاق الكيلو راح خالص. ده السايغ اما بيبرد الذهب بياخد البراده ويرجعها تاني يصنعها، صح ولا لا؟ ده الكيلو راح كله راح، فاضطر عشان لو قال لهم مش هيصدقوه، فاضطر يستلف كيلو تاني من السغى اللي حواليه عارفينه هو راجل شاطر في الورشه بتاعته عشان يقلبه ومن خلاله يسدد وكده. الكيلو التاني يضيع، استلف كيلو تالت برضه نفس الحكايه يضيع. الراجل قال انا لو قلت لمراتي مش هتصدقني، لو قلت لامي مش هتصدقني، وانا مش عارف الذهب راح فين ولا بيضيع مني ازاي، حاجه فوق الخيال يا ابونا. فلقيت نفسي ما فيش قدامي طريقه ثانيه غير ان انا اروح انتحر، وطلعت كوبري 6 اكتوبر عشان ارمي نفسي في نص البحر ما ابش تاني. قلت له بعدين؟ قال لي اول ما طلعت على الكوبري وحارمي نفسي قلت ارشم الصليب على نفسي الاول قبل ما اموت. فاول ما رشم الصليب على نفسه عقله رجع له ونزل تاني وما موتش نفسه. فنزل البيت منهار عياط عياط، ايه في ايه؟ مراته تقول له في ايه؟ مش عايز يقول لها. امه في ايه؟ جامعه العيله مش عايز يقول لحد. المهم فايه؟ فقالوا خلاص ناخدك ونروح لابونا ابراهيم نشوف في ايه. فجابونا عشان نشوف المشكله، كان عايز يرمي نفسه ليه ومش عايز يقول لحد. فبقول له يا ابن الحكايه، قال لي القصه دي. قلت له طب انت الذهب راح فين؟ قال لي مش عارف. قلت له الكلام ده تقوله لمراتك لامك لاخواتك، انت واخد منهم الذهب كده دلوقتي قاعد معايا في الكنيسه، فقول لي الحقيقه عشان اقف جنبك. قال لي ما انا مش عارف. قلت له اتنرفزت عليه. قلت له انا بحاول اساعدك وانت مش عايز تساعد نفسك، خلاص انت حر، هات راسك اصلي لك. انا قلت هصلي له واقول له مع السلامه، خلاص الراجل ما مش عايز يساعد نفسه. صدقوني امام الله وامام الهيكل المقدس، ها اول ما حطيت الصليب على راسه بدات اصلي الساكن في عوله عاليه السريع في ظل السماء، راح مرمي في الارض وحضر عليه روح شرير. قال لي انت مالك ومالي؟ هم جابوك هنا ليه؟ جابوه هنا ليه؟ قلت له ايه بقى حكايتك؟ حكايه الذهب. قال لي انا اللي بضيع له الذهب كله، وانا اللي خليته يروح يرمي نفسه من كوبري 6 اكتوبر، لولا العلامه اللي عملها على نفسه ديت هي رجعته له تاني. العلامه اللي هي ايه؟ الصليب. شوفوا الصليب قوي ازاي؟ رجعته تاني. قلت له ايه اللي انت دخلت له ليه؟ هو ما بيتناولش؟ قال له لا هو ما. قلت له اظن ما تناولش من يوم ما اتجوز. قال ولا حتى يوم ما اتجوز اتناول. قلت له طب انت جيت له ليه؟ قال لي عمته اللي بعتتني ليه. قلت له عمته؟ انت هتوقع الناس في بعضها؟ قال لي قلت انت كذاب. قال لي انا فعلا كذاب بس في دي مش كذاب. الشيطان. قلت له عمته هتعمل له كده ليه؟ قال لي الشيطان اللي كان بيتكلم قدامهم كلهم، قال لي عندها بنت وكانت عايزه اتجوزها له، شايفها شاطر وحلو بتاع كانت اتجوزها له. فقال لها دي زي اختي بالظبط، انا متعود ان انا اختي مش هقدر اتجوزها. فاتحيلت عليه وقعدت تقنع فيه ورافض تمام. فقال طب اهدأنا اهي لو فلحت. فراحت راحت للساحر، فالساحر بعتني ليه عشان اموته. وفعلا فضلت اضيع منه الذهب ووصلته القناعه انه لازم يرمي نفسه وينتحر، لولا العلامه اللي عملها ديت ما كانش رجع. فطبعا لما هم سمعوا كده طبعا شموا نفسهم وارتاحوا، طبعا ما نصبش عليهم ولا حاجه، وراحوا جابوا لي التجار الذهب اللي في السغى اللي هو رفعوا عليه قضيه ما يسافرش وبتاع، جابوهم لي. قالوا ايه يا ابونا احنا بنصدقك طبعا واثقين في كلامك. قلت لهم لا مش هتسمعوا مني، سيبوه لي وهصلي له عشان لسه ما خرجتش الروح منه، انا صرفته بس، وهيجي الروح الشرير هنصلي وهيحضر وهتسمعوا بودانكم ايه اللي حصل. وحصل كده، اول ما سمعوا قالوا خلاص يا ابونا تنازلوا عن القواضي، وقالوا هنستناها لما استك تخرج منه الروح الشرير وهنساعده تلغى ما يرفع رجليه، ده انسان ممتاز جدا.